اهوت فيوتشر تولز ده بتلاقي كل الحاجات. ممكن تقول له مثلا انا عايز الحاجات اللي هي فري او الفري مام او الحاجات الموجوده على جيت هاب او الاوبن سورس، يبدا يجيبهم لك. تقول له مثلا انا عايز الحاجات مثلا اللي هي خاصه بتنظيم الوقت. طيب ممكن تقول له مثلا انا بدور على الحاجات اللي هي برودكتيفيتي اللي هي الانتاجيه اهي، فيبدا يختار لك ويجيب لك الحاجات اللي هي خاصه بالشغل وزياده الانتاجيه. في هنا سبميت، لما تدوس عليه يبقى انت عندك اداه جديده وعايز ان انت تضيفها. هم بيراجعوها ويبداوا ان هم يضيفوها. ولذلك لو جيت هنا وقلت له انا بدور مثلا على رتبهملي بالحروف الابجديه، مش شايف طبعا الحروف الابجديه، بس هو الاهم مثلا عايز الحاجات الجديده للحاجات القديمه، فيجيب لك اخر حاجات اضيفت للموقع، او تقول له هات لي الحاجات القديمه خالص، او هات لي الحاجات الموست اب فوتد اللي الناس عماله تصوت ان دي افضل تولز. وممكن تضيف نفسك للقائمه البرديه بحيث ان هو كل يوم يبعت لك الحاجات الجديده. طيب اي واحده منهم هتدوس عليها هيقول لك ان ده مثلا ده بفلوس، ولو دوست هنا يبدا يفتح لك الموقع، وهنا ده في كام واحد شكر في الموقع دوت. طيب الموقع الثالث فيوتشر ميديا، بتلاقي برضو نفس الفكره ان هو مرتبهم لك. يعني هو لما بيضيف الموقع بيحدد الموقع ده فري ولا بيد، وبيحدد الموقع ده تخصصه ايه، ده خاص مثلا بالاوديو ايديتنج او بالفيديو ايديتنج او بالكوبي رايت او خاص بالمبرمجين، بحيث ان انت تبقى عارف ايه الحاجه اللي انت عايزها بالظبط. طيب في ناس بتكسب فلوس من الموضوع ده، في واحد مثلا بيقول لك والله انا راجل متخصص في شغل الفيديو، فبيبدا يشوف الموقع الفيديو ويبدا يشوف انهي موقع فيهم اللي ممكن يفيده في الشغل بتاعه، بحيث بدل ما هو مثلا بيعمل شغلانه او اتنين في اليوم يقدر يعمل 20 شغلانه. ليه؟ بيستعين بالذكاء الاصطناعي. في حاجات كانت بتاخد منه وقت كتير هو بيبدا يسهل على نفسه. ممكن واحد مثلا يلاقي موقع بتاع صور فيربط الموقع بتاعه بالصور دوت ويخليه يعمل خدمه معينه. ففعلا في ناس كتيره بتبدا تدور ايه الموقع اللي هو ممكن يستفاد منه ماديا. في حاجات مثلا انا واحد مثلا دكتور في الجامعه، فيروح داخل على الحاجات اللي هي التعليميه ويبدا ان هو يشوفها، تمام، بحيث ان هو ممكن يلاقي حاجات توفر عليه الوقت، ان هو بدل ما يقعد يبذل جهد كتير، لا الحاجات اللي هي التعليميه دي ممكن تجهز له الماده العلميه، ممكن تجهز له الاسئله وهكذا، تمام. في هنا برضو تولز ايديت توداي، الحاجات لو هي في حاجه اتضافت النهارده يبدا ان انت تشوفها، وممكن تضيف نفسك للقائمه البريديه، وممكن تعمل تخش بحساب جوجل. دي مثلا حاجات خاصه بالتعليم، فبيبدا يجيبهم لك كلهم، وانت بتبدا بقى تشوف انهي واحده فيهم اللي ممكن توفر عليك وقت. في مثلا ان انت ترفع ملف البي دي اف ويبدا ان هو يقراه ويبدا ان هو يناقشك فيه. في حاجات بتوفر وقت كتير جدا في موضوع الرساله والبحث العلمي. لو انت عندكم موقع حلو في الذكاء الاصطناعي يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، ومنساش لايك وشير.